بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي حبيبة، سلام الله عليك في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حبيبة، هنيئا لك هذه المنزلة العالية الرفيعة، هنيئا لك صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهداء أمتنا على مر التاريخ. حبيبة، قري عينا، فإخوانك وأخواتك مصرون على المضي قدما في هذا الطريق للثأر لك ولإخوانك وأخواتك من الشهداء ولاسترداد مصر من براثن هذه الطغمة الإنقلابية الفاسدة. قري عينا يا حبيب، بعد استشهادك ببضعة أيام كنت كتبت لك رسالة، أتلوها الآن لعلها تصلك، وأنا واثق أنها ستصلك يا حبيبي. إلى حبيبة من أبي، وللفؤاد عيون منها الدمع ينهمر، وللعيون أفئدة من الفراق تعتصر. أأكتب فيك الرثاء تهنئة، أم أصوغ التهاني رثاء مداده الصبر؟ يا حبيبة القلب، يا مهجة النفس، يا توأم الروح، يا من بك الحور تأتمر. عشت بيننا جسدا والروح تحت العرش كانت بفارق الصبر تنتظر. أتذكرين ذات فجر كان العناق طويلا طويلا وأنفاسنا في الصدور تحتضر؟ يومها ودعتك لآخر مرة على وعد باللقاء حيث لا صخب ولا ضجر. أبي، 25/8/2013.